السلام عليكم مشاهدينا ومتابعين قناة وصفات حرشي. اليوم جيتكم بواحد الوصفة واعرة، جيلاتين صبيعاتو اللي بغا صبيعاتو يلصقو. شنو هي؟ لي ماركو العين ديال البقر البقري جبناهم. اليوم نحضر لكم هاد الوصفة هادي جميلة وبالحمص بالبواشيش، ان شاء الله تنال اعجابكم وتابعوا معايا. طريقة سهلة وبسيطة، اليوم حبيت نشارككم هاد الوصفة وتابعوا معايا ان شاء الله المقادير. ما تنساوش ابوني 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 و لي كومونتير باش نجاوبوا على الاسئله ديالكم على الوصفات اللي بغيتو ان شاء الله نحضر لكم. و ديروا لايك 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 وان شاء الله تنال اعجابكم، وديما شجعونا باش نعطيكم ديما بالمزيد المزيد 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 المزيد. و تابعونا قناه وصفات حرشي، كتبوا قناه وصفات حرشي، ابوني جرس ان شاء الله باش اي فيديو تلونسا يوصلكم وان شاء الله تنال اعجابكم. تابعوا معايا. ودابا المكونات والمقادير كامل هنايا، كاع لي زيليمون اللي غنحتاجوهم، وان شاء الله تابعوا معايا الفيديو الوصفه حتى الاخر باش نعطيكم شكل الدريساج عاوتاني. هنايا كما كتشوفوا هادو هما ديال البقري، راه باقي نطريين كما كتلاحظوا. سير هو القزدار جيب لمرتك الكرعين وخليها طيب لك هذا. اي بصح والراحة كتجي جيلاتين جيلاتين جيلاتين. هنا غنحتاجو عندنا هنا البصلة، البصلة شلضنا هنا رقيقة كما كتشوفوا، ها هي رقيقة. أنا عندنا ثلاثة البصلات ونص ولا أربعة كبار. هنايا غنحتاجو قزبر والمعدنوس مقطعين فين مو، هنا هادشي مزيان. هنايا غادي نحتاجو عطرية لي زيبيس، عندنا هنايا ثلاثة المعالق صغار ديال الكركم خرقوم مطحون، عندنا هنايا ثلاثة المعالق ديال سكينجبير كما تشوفوه هذاك الصفيفر العرق تيكون مطحون مزيان تيطير ريحه قويه. هنا عندنا معلقه صغيره ديال البزار لو بوفر اي جونجومبر الكركم. هنا عندنا بابريكا هي التحميره تنحتاجو فيها جوج معالق صغار، عندنا الملح هنا في الوسط معلقه صغيره. وهنا غنحتاجو الثومه، الثومه عندنا هنا جوج فروع ديال الثومه او جوج ظروف ديال الثومه. هنا هذا حطيتك باش تعرفوا الثومه. هنا عندنا اي قرفه لاكانيل، وان شاء الله هادو هما المقادير العطريه المكونات ديالنا اللي نحتاجو في هذه التنسيمه. هادي هنايا نحتاجو جوج بصلات مقطعين طوال سيزلي طوال هنايا باش نحتاجهم في نص الطياب غنلوحهم باش تبقى شاده لينا هادي، وان شاء الله تغمر لينا لاصوص المرقه ديالنا. هنا غندوزو الحمص والبواشيش، هو ديجا مرقد في الماء بيت مرقد ترطب كما كتشوفوا، هو بغيت يتفرك هنا. هذا سهل الطياب دابا ويكون طيب، اختاروا الحمص اللي يكون طيب باش ما يشدش لكم الطياب في البوطه ويضيع عليكم الكاز. هذا انا احتاج تقريبا كيلو ولا روب ولا نص كيلو حسب الاشخاص اللي عندكم في الدار. وندوزو دابا للتحضير على الكوكوطا سيتي. هنا نضيفو كرعينات ديال البقيره، هاد البقرة مسكينة شدوها ذبحوها فردوها حيدو ليها الكراوع الرجلين وحنا تناكلو فيهم. الله يسمح لينا من هاد البقرة هادي. هنا الحماميس لوبواشيش ندوزو دابا للعطرية، نضيفو بابريكا تحميرة، نضيفو البزار، الملحة، السيل، عندنا لو جونجومبغ، عندنا الكركم، غنلوحو كلشي دابا. القرفة تاهي ضفناها، نحيدو هاد الراس هدا، ونديرو التومة، نصوصو كلشي. هنا بقات لينا اللمسة الأخيرة، غنديرو الزيت حسب اختيار ديال الناس، اللي شي كاين اللي مشيبغيش الزيت بزاف. هنا غنديرو الزيت نص كاس ديال العنبة حتى اصلا عندنا الجيلاتين هنايا، و
بقات لينا زبر المعدنوس ديفو حتى هو. اي اخيرا ونفان غنديرو البصل كما كتشاهدوا هادشي كامل غيدوب ان شاء الله وغيجي اون فون لو فون غتكون خاطره وزوينه وتنال اعجابكم. وهنا الزبيب غادي نحتاجوه في النص ديال الطياب حتى تقرب طيب لينا غنلوح الزبيب حيت اصلا دغيا تيطيب. يلا خليكم معايا باش نردوها فوق البوطه ونروبو هاد البصله. هادي راه قلنا لكم غنلوحو حتى هي ماشي قرب نص الطياب ان شاء الله وغنلوحوها ونقدر نلوحو دابا منها غير شويه ومن بعد غنلوحوها باش تقشى الدراسة راسها. يلا تابعوا معايا. هنا اخوان المشاهدين اعزائي الكرام احنا تنحبكم وتنقدركم وان شاء الله نتوما تشجعونا. هنايا كما كتلاحظوا هي فوق البوطه كطيب لينا هاد الهرقمه. دابا غنقول لكم غير قياس ديال الماء اللي غديفو تقريبا غير تحسوا بالماء انه قريب يطلع لهنا يبان لينا ونحبسو هو اللي غيعطينا لاصو. شوف باش تقلبو قلبو هنايا شي كتيبان لينا اي راه وصل للكرعين ديالنا صافي ونحبسو باش ما تجيش كميه بزاف وتجي بويون كثير على حيت مازال غتغمر لينا هاد. ونخليها دابا نسدو عليها ونخليوها طيب. هو نسدو عليها ونديرو الصفارة ونخليوها تصفر لينا سيدي ولا لا لا تطيب على خاطرها. يلا خليكم معايا تطيب الجوجد ونوريكم الشكل النهائي والتغميره كيفاش تغمرات.